الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين إذا كنت مسلما ادعمنا بالإعجاب لمعرفة عدد المسلمين في هذا الفيديو إذا كنت مسلما ادعمنا بالإعجاب لمعرفة عدد المسلمين في هذا الفيديو إذا كنت مسلما ادعمنا بالإعجاب لنعرف عدد المسلمين في هذا المقطع ولا تنسى أن تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا لكم على المتابعة. إذا أتممت هذا الفيديو فصل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم ولا تنسى دعم القناة بزر لايك والاشتراك في القناة لكي يصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله.